السلام عليكم. ما كان للنقيضين أن يجتمعا إلا في السياسة، على الأقل هذا ما تنبئ به تحالفات القوميين العرب أو جلهم مع إيران واشتراكهما في التوجس خيفة من الثورات العربية. ما طبيعة هذا الاجتماع؟ هل هو اجتماع قلوب أم مصالح؟ وما الأسس التي قام عليها وما الهدف؟ مثلت الثورات التي شهدتها بلدان عربية تطوراً نوعياً في الحياة السياسية فيها، أحدث هزة قوية في كثير من الثوابت في المنطقة. إحدى أبرز ارتدادات هذه الهزة تمثلت في طبيعة العلاقة بين كثير من القوميين العرب وإيران، وهي العلاقة التي ترقى إلى درجة التحالف في نظر كثير من المراقبين. ثمة من ربط هذا التحالف بسقوط عواصم القومية العربية واحدة تلو الأخرى، وانحسار المد القومي في الشارع العربي ما دفع الأحزاب القومية إلى تعويض خسائرها بتحالفها مع طهران، بينما رأى آخرون أن هذه العلاقة مثلت تحالفاً مصلحياً في مواجهة صعود الإسلام السياسي الذي أفرزته الثورات العربية. أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، التي نبحث فيها حوامل العلاقة بين القوميين العرب وطهران ودوافعها. لم تكن ثورات الربيع العربي كاشفة عن قدرة الشعوب على كسر أغلال الاستبداد والانفراد بالسلطة فقط، بل كانت تلك الثورات كذلك كاشفة عن مدى التناقض والضعف الذي تعاني منه النخب العربية، لاسيما رافعي لواء القومية العربية. فمعظم الأحزاب القومية في العالم العربي اصطفت في خندق الأنظمة ضد الثورات، بل إن بعض هذه الأحزاب لاسيما تلك التي كانت على مقاعد السلطة تحالفت مع من يظهرون العداء للعرب كقومية. فعلها نظام بشار الأسد في سوريا، فتحالف مع إيران بهدف القضاء على ثورة الشعب السوري، فبات نظام الأسد المنتمي إلى حزب البعث العربي لا يدافع عن وجوده في سوريا سوى ميليشيات دينية متطرفة يقودها معممون تابعون لنظام ولاية الفقيه في إيران، لتتحول دمشق عاصمة الأمويين العرب إلى ساحة لممارسة الطقوس الطائفية. ألافت تاريخياً أن نظام حزب البعث في سوريا تحالف كذلك من قبل مع إيران ضد حزب البعث إبان حكم البعث للعراق، الأمر الذي يكشف مدى زيف الشعارات التي رفعها الحزب في سوريا. فالتحالف إذن حسب ما يرى محللون كان مذهبياً شيعياً نصيرياً ضد نظام البعث في العراق والذي كان ينتمي إلى السنة. في المقابل يرى البعض للقوميين تاريخاً مشرفاً، فالتيار القومي كان حاضراً في كل القضايا العربية لعشرات السنين، فكان المدافع الأول عن قضية فلسطين منذ الحكم الناصري في مصر وما تبعه من أحزاب وتنظيمات قومية في كل من المغرب والمشرق العربيين، فضلاً عن أنه حتى اليوم يقود محور الممانعة ضد الكيان الصهيوني. قول يناقضه الواقع في رأي كثيرين، فأحرص القوى على بقاء نظام بشار الأسد في سوريا هي القوى المعادية للقومية العربية كإيران والكيان الصهيوني نفسه، ما يعني أننا أمام واقع يزداد تناقضاً ليهدد بقاء الفكرة القومية ذاتها. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، وعبر سكايب من لندن محمد المذحجي الباحث في الشؤون الإيرانية، وعبر الهاتف من غازي عنتاب في تركيا الأستاذ أحمد مظهر سعده الكاتب والصحفي. أهلا بالجميع. أبدأ من لندن محمد، يعني ما الذي يدفع كثيرا من الأحزاب والشخصيات العربية القومية وهي تحمل ما تحمله من هذا الفكر إلى التحالف مع طهران، بل هناك من قال إلى الارتماء في الحضن الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية تحياتي لحضرتك والضيفين الكريمين والسادة المشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. طبعا تعميم أنه نقول بأنه القوميين العرب ينتمون أو يستظهرون بإيران، أنا أرى تعميم غير دقيق، لأنه اصلا النظام السوري هو ليس محسوب على القوميه بسبب تاريخه الطويل
بعدم عدم دعم لقضايا خاصة القضايا العربية، والمعروف هو والجميع يعرف ويعلم ذلك أن الأسد أعطى الإيرانيين مطار دير الزور للضرب العراق من الأراضي السورية أثناء الحرب الـ3 سنوات. ربما محمد والعراق. ربما لا يقتصر الأمر على نظام الأسد، فهناك رابطة القوميين العرب التي حوت خيرة الأحزاب القومية ونخبة الأحزاب القومية في مصر وفي الأردن وفي لبنان وفي سوريا، الذين أعربوا عن موقفهم من إيران وهو التحالف مع إيران. نعم، الموضوع كما قلت غير قابل للتعميم، بمعنى أن هناك جزء من الناصريين يدعون ويحاولون التقارب من إيران. على سبيل المثال نجل جمال عبد الناصر لديه موقف صريح وشفاف، وشريحة من الناصريين في مصر هم يقفون في ضد إيران بكل قواهم. بالنسبة للبنان خل نتفق أنه لبنان ساحة إيران، أصبحت ساحة إيرانية بامتياز، وحتى الناس الذين يعيشون هناك بدأوا بأنهم يوالون إيران. وعلى سبيل المثال اليوم سعد الحريري يقول أنه يجب على لبنان، من اجتماع دافوس في سويسرا يقول أنه يجب على لبنان أن تكون لديه علاقات جيدة مع إيران بعد ما تهجم على إيران. فموضوع إيران يعني فيه لب. أما فيما يتعلق في ما حصل بعد فترة الربيع العربي، نرى أنه تيارات الإسلام السياسي هي التي استحوذت أو سيطرت أو استطاعت أن تسيطر على هذه الثورات، ما دفع جهات قومية وغير قومية بالتقارب من إيران، خاصة فيما يتعلق ما تحدث في سوريا، إلى باتجاه إيران. ويعني يجب أن نأخذ الموضوع من منظر سياسي ولا من منظر مبدئي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار حزب البعث العربي العراقي كأحد أعمدة القومية العربية، هذا الحزب هو حتى اللحظة أحد يعني خلنا نقول العمود الرئيسي لمحاربة المشروع الإيراني في المنطقة، خاصة في غرب آسيا. فأنا لا أتفق مع هذه وجهة النظر أن نعمم الموقف على طبعا. يعني أن نعمم هذه تقول الحالة سائدة على أساس موقف بعض الأحزاب أو بعض الشخصيات. طبعا لك الحق في التعبير عن ذلك، وهو ليس مقصود به التعميم بقدر ما مقصود به الإجمال، على صفة الإجمال، لأن جل القوميين أبرزوا مواقفهم باستثناء شخصيات وما عدا حزب البعث في العراق، وهذا مرتبط بسقوط النظام العراقي. أرجو أن تبقى معي أو أذهب بداية إلى غازي عنتاب. أحمد، يعني ظاهريا وحتى في العمق هناك تناقض فكري واضح بين القوميين العرب وبين الإيرانيين من حيث المنطلقات النظرية والفكرية، ومن حيث التنافس التاريخي العرقي إذا صح التعبير، لأن كثيرا من الفرس يتبنون في إيران الآن، هناك من يتبنى الفكر القومي الفارسي وهو ظاهر في إيران ليس مختفا، الذي يقوم على أنقاض القومية العربية إذا صح التعبير. يعني ما الذي يجمع هذه التناقضات في بوتقة واحدة ودفعهم إلى هذا التحالف وهذا التقارب بين الفريقين؟ السلام الله عليكم، والتحية لك وللسادة الضيوف. وعليكم السلام. في الواقع، وإذا أردنا أن نكون أكثر هدوءا وأكثر علمية في الطرح، نقول أنه فعلا لا يجوز أن نضع الجميع في سلة واحدة. إنما هناك أحزاب وقوى عروبية أو قومية ناصرية أو ناصرية حاليا تقف مع المشروع الفارسي للمنطقة أو مع الإيرانيين وتصطف إلى جانب ما يسمى بالممانعة، هذا صحيح. ولكن أنا هنا أفسر المسألة بشقين، وحقيقة هؤلاء المتلطين على أبواب السلاطين والاستبداد الأسدي وأيضا الإيراني هم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول هو منتفع بكل ما تعني الكلمة، بمعنى أنه له رواتب ويقبض من إيران، من طهران، ومن نظام الأسد الأب ومن ثم الإبن، وهم معروفون لدي بالأسماء، وخاصة الذين كانوا يترددون إلى دمشق دائما بالفترة الماضية. والقسم الآخر هو يتكئ إلى قضية مفادها بالأدبيات القومية، أن المشكلة الأساس والصراع هو مع العدو الصهيوني ومن أجل تحرير فلسطين، ومن ثم أي صراعات أخرى جانبية في المحيط العربي
هي صراعات سنوية لا يجب أن تتخطى القضية باتجاه أن تطغى على قضية الصراع الأساسي مع العدو الإسرائيلي. هم يتكئون إلى هذه الأدبيات ويشتغلون عليها، ولكن المشكلة أنه خلال الفترة الماضية أو لنقل خلال 10 سنوات من 2006 وحتى الآن أو أكثر انكشفت الأمور تماما. لم يعد هناك أحد عاقل، أنا أقول عاقل، لا يرى ما تفعله إيران وما تفعله الأنظمة المستبدة في المنطقة وذيولها طبعا الميليشيات الطائفية في سوريا والعراق وأيضا في لبنان حزب الله وما شابه ذلك. يعني الذي كان يعتمد على أن ما يجري في إيران هو الثورة من أجل مناصرة القضايا العربية ضد إسرائيل تكشفت الأمور ووضحت أكثر مما كانت واضحة. الحقيقة الآن لا زال حتى الآن هناك الكثير والكثير جدا وهم جماهير عروبيين وقوميين لا يقبلون بتاتا بهذا الطرح. ومثال على ذلك أنه في مئوية التي احتفل بها بمئة عام على ميلاد عبد الناصر والتي كانت في 15 هذا الشهر كان هناك احتفالية في القاهرة دعت إليها هذه الأحزاب التي تتلطى على أبواب إيران، ومن ثم وقف تيار كبير وتيار عروبي حقيقي ناصري وغير ناصري ووقعوا على بيان لإدانة وفضح ممارسات هؤلاء أنه لا يجوز أن نكون مع الثورات. نعم. يعني وبالتالي نكون مع إيران وبالتالي نكون عروبيين. كيف نعم. هذا التيار الذي تقول عنه تيار عروبي كبير في الشارع المصري، الصحف المصرية نفسها كتبت عنه أنه شخصيات قومية ناصرية عارضت التيار الناصري الكبير الذي اصطف إلى جانب إيران. وهنا أريد أن أبني على ما تفضلت به لأسأل أسامة الملوحي، يعني هذا التقارب بين القوميين العرب وبين إيران هل هو نابع من انتهازية يتمتع بها بعض رموز القوميين العرب، أم هو نابع من مقاربة سياسية وجد القوميون أن مصالحهم مصالح فكرهم يعني السياسية تنسجم مع إيران يعني تستدعي التحالف معها في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هي انتهازية وارتزاق يعني بعجالة سريعة جدا. عندما نجد أن مثلا تجربة عبد الناصر كانت سابقة لحزبي البعث في سوريا وفي العراق، نجد أن عبد الناصر تمكن يعني أصبحت هناك دولة تحت سلطته، فالقوميين اتجهوا كلهم إليه، حتى يعني تعلم أن حزب البعث ألغى نفسه. حزب البعث في سوريا عندما كان حزب واحد ألغى نفسه يعني وانخرط في الوحدة بين سوريا ومصر. على كل الأحوال التعود على وجود سلطة، السلطة فيها مال وفيها تمكين وفيها حماية وأرض ينطلق منها هؤلاء. لا بد أن نقول أن هناك أقلية وأقلية شديدة القلة ما زالت ثابتة على مواقفها وأفكارها. وأريد أن أقول، لا أن أعترف، وإنما أن أقول أن في الأربعينات والخمسينات والستينات كان المفكرون القوميون والناشطون القوميون كان لهم أفكار، لهم منطق، لهم جمهور، وكانوا يعني مع اختلافنا معهم يملؤون العين. وهؤلاء نفسهم أدخلوا في المناهج تجاه إيران الأمور القومية الواضحة بأن الفرس لهم أطماع وبأن عربستان أي عربستان أرض مغتصبة وهي لنا وثورة الشيخ خزعل، وقرأنا ذلك في الكتب. نحن من الجيل الذين قرأنا ما كتبه القوميون فعلا من خلال وجودهم في إعداد المناهج. هؤلاء ثبتوا، حتى الذين انشقوا عن الشاه أو كانوا معارضين للشاه، حزب تودة الإيراني يعني لم يستقبل وهو معارض للشاه ومعارض رسميا وله أفكار يسارية شيوعية، عندما خرج لم يجد صدى الرحب من القوميين العرب الذين كانوا منتشرين في كل مكان، لأنهم يخشون من النزعة الفارسية التي كانت داخل الغزب أو أن يعود لفارسيته. الأمر فيه كلام كثير، ولكننا نقول أن السابقون غير الذين هم نسميهم الجدد أو من تبقى من القوميين، بلا شك أن الجماهير بالعموم يعني قد أدبرت عن التيار القومي الشوفيني وأقبلت على التيار العروبي الإسلامي إن صحت التسمية. لذلك يا سيدي اليوم نحن نتكلم عن ارتزاق، تعودوا
والوا الاشخاص، عندما والوا الاشخاص. لكن الانصاف والامانه يعني لا يوجد في الادبيات، في ادبيات القوميين وخصوصا مثلا لدى عبد الناصر وحزب البعث، لا يوجد شوفينيه بقدر ما هناك يعني اطار ثقافي فكري عربي يدعو الى ان عبد الناصر ليس هناك هذا الاطار، لكن المفكرين المنظرين، المنظرين كان لديهم شيء من الشوفينيه، المنظرين الاوائل الاباء المؤسسين ان صحت التسميه. انا اريد ان اصل الى فكره مهمه جدا، تعود القوميين على التمكين والسلطه والمال ووجود دوله ينطلقون منها وسفارات تؤويهم في كل أنحاء العالم من عبد الناصر، ثم بعد ذلك الانشطار الذي حصل بين سوريا والعراق. بلا شك أريد أن أقول أمر مهم للغاية، البعث السوري الذي هيمن عليه الطائفيون من آل الأسد من 63، من ثورة 8 آذار وما بعد، هؤلاء كانوا يمارسون بكل احتراف النفاق القومي إن صحت التسمية والبراغماتية السياسية، واستثمروا وتاجروا بالقضايا المركزية، قضية فلسطين، قضية القومية العربية، وبكل الشعارات استهلكوها. وأصبح حكما بعد أن تعود القوميون على وجود دولة بعد عبد الناصر، فتوجه قسم منهم إلى حافظ أسد وكان يؤويهم، ولكن القسم الأكبر اتجه إلى صدام حسين. تيار صدام حسين، تيار حزب بعث العراق، بلا شك لمسنا ذلك بالتفصيل، كان أكثر مصداقية مع شعاراته وأكثر ولاء لشعاراته، رغم اعتراضنا على طريقة التطبيق أو بعض الشعارات وكيف نفذت، ولكن شاهدنا بأم عيوننا في العراق كيف كان أن هناك التزام فعلا وليس نفاق فيما يخص الشعارات القومية. نعم محمد المدحشي، برأيك هل هناك أسس موضوعية شكلت العلاقة بين القوميين أو القوميين الجدد إذا صح التعبير الآن وبين طهران؟ طبعا لا يمكن أن نجمع ما بين الرؤية، رؤية النظام الإيراني الحاكم الذي يعتمد الإسلام السياسي بشقه الشيعي بقراءته الشيعية، وما يتحدث به القوم، بعض هؤلاء القوميين أنا أصفهم بالقومجية، الذين يتحركون وفق الدفع ويتحدثون وفق الدفع، لأنه هؤلاء علمانيون أو ليبراليون، ولا يمكن أن نجمع بين العلمانية أو الليبرالية والفكر الإسلامي السياسي بغض النظر أنه نعارض أو نوافق تلك الأفكار. فهؤلاء يتحركون وفق تناقضات على أساس مصالحهم. لهذا السبب يعني نحن اليوم لما نتحدث عن عدم وجود مشروع عربي يحافظ على الأمة، بينما نرى أنه من يحكم إيران على سبيل المثال علماني أو إسلامي لديه مشروع قومي يعتمد على إيران بين القوسين. أنا أعطيكم مثالا لهذا الفكر القومي الإيراني، حينما إيران توصلت إلى الاتفاق النووي الجميع دعم هذه الخطوة، من الملكيين جماعة البهلوي الذين أطاح بهم هذا النظام، خميني الملالي أطاحوا بنظام البهلوي العلماني الملكي، لكنه حينما إيران الملالي عقدوا الاتفاقية النووية مع النظام الدولي دعموا هذه الاتفاقية وقالوا بالحرف الواحد أن هذه مصلحة إيران. لكنه حينما نذهب إلى الوطن العربي بشكل عام، أنا لا أحدد قطر بعينه، لم نرى أنه هكذا مواقف، يعني خلنا نقول تخص القطر القطرية، بينما المواقف جميعها تعتمد على أنني أنا ضدك وأنت ضدي، ونتخذ من هذا من هذه يعني الصراع، هذا الصراع، ونعمم هذا الصراع على جميع القضايا حتى القضايا السامية. لهذا السبب الآن نرى أن بسبب فقر أو انعدام مشروع فكري وجهوزية نفسية أيضا، لأنه هناك لازم تكون جهوزية نفسية للتضحية من أجل هذا المشروع، حينما حزب البعث العراقي ضحى بكل كيانه بوجوده من أجل المشروع القومي، يعني ما تفضل به ضيفنا الكريم في الاستوديو، إذا كان النظام الحاكم في العراق إبان حكم صدام حسين كان يعمل كما عمل حافظ الأسد، لأن حزب البعث باقي في العراق دون أي مشكلة. نعم. ولكن محمد يعني معذرة، فيما يتعلق بالأسس، أسس العلاقة بين القوميين أو جل القوميين، لا يوجد تعميم، جل القوميين وإيران، يعني المشروع النهضوي العربي الذي أعده مركز الوحدة العربية اشتغل عليه على مدى 10 سنين، ورابطة القومية العربية يعني رابطة المؤتمر القومي العربي وهو يضم، ورابطة القوميين العرب يعني يضمون
طيف واسع جدا من القوميين، كلهم بنوا أسس علاقتهم مع إيران على ما قالوه. وأنقل لك حرفيا إن موقف إيران من القضية الفلسطينية ودعمها القوى التي تقاوم الاحتلال هو موقف ينبغي الاهتمام به من قبل القوميين العرب وتطويره، وإقامة علاقات حسن جوار مع إيران التي تمثل امتدادا حضاريا للعالم العربي. أليس هذا أساسا واعيا ومستندا إلى الفكر القومي في إقامة تحالف مع طهران؟ السؤال موجه لي؟ سمعت السؤال؟ لا عذرا إذا ممكن. يعني أنا سأعيد لك باختصار، يعني المؤتمر القومي العربي الذي يضم تحت ظله طيف واسع من القوميين العرب، وكذلك المشروع النهضوي العربي الذي أعده مركز الوحدة العربية واشتغل عليه على مدى 10 سنين، قال إن موقف طهران من القضية الفلسطينية ودعمها القوى التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي هو موقف ينبغي الاهتمام به ودعمه وتطويره، إلى جانب أن إيران تشكل امتداداً للعمق الحضاري العربي. ألا يدل هذا على أن إقامة التحالف مع إيران ناتج من فكر قومي أصيل وليس من انتهازية أشخاص؟ يعني هذا طبعاً لم نراه في أي موقف من موقف الرموز القومية العربية، بينما هؤلاء يريدون أن يؤطروا لأنفسهم يعني أو يشرعوا لأنفسهم الذهاب إلى إيران. كيف يمكن لإيران أن تكون امتداد للقومية العربية بينما إيران هي التي أسقطت أحد أعمدة الرئيسية للقومية العربية العراق، بغض النظر عن حزب البعث أو غير حزب البعث؟ اليوم أين العراق؟ هؤلاء الذين يعني نحن إذا نريد أن نحلل يجب أن نحلل انتهازية هؤلاء وسيطرة من يفكر بفكر النظام السوري في هذه الجمعية أو هذه المؤتمر اللي شكل أو ما كتبوه هؤلاء. الحقيقة المرة هي أنه البعض يريد لا يزال أن ينفخ ويستثمر في القضية الفلسطينية من أجل مشاريع أخرى. إذا هؤلاء صادقين يعني على سبيل المثال هذه الجمعية صادقة في دعم القضية الفلسطينية، خل تطلب من إيران بدل ما يعني تعمل نفاقا وتدعم جهات على حساب جهات أخرى من أجل تأجيج الصراع ما بين الفلسطينيين، فالإيران تكف عن دعايتها ضد الفلسطينيين ولا تهاجم بعد ياسر عرفات على سبيل المثال، بغض الطرف أنه الشخص يكون علماني أو ليبرالي أو إسلامي، لأن القضية الفلسطينية خارج هذه الاعتبارات. فهؤلاء الآن يضعون أنفسهم بخانة العدو الإيراني. من لا يعتبر إيران عدوا فهو يقصر بحق الأمة من أجل مصالح ضيقة شخصية ولا غير. إيران ماذا ما قدمته إيران للمنطقة للقضايا الأمة بشكل عام عربيا أو إسلاميا؟ يعني ما فعلته إيران في فلسطين سنبحث هذا يعني ما فعلته إيران في فلسطين غير تأجيج الصراع الفلسطيني ماذا كان؟ سنبحث هذا وسنبحث أيضا إذا كان التحالف بين القوميين العرب وبين طهران إذا كان تحالفا مرحليا تقتضيه المصلحة المؤقتة أم تحالف استراتيجي بعيد المدى. نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نستأنف الحديث. مشاهدي قناة رافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن العلاقة التي تجمع بين طهران والقوميين العرب. أحمد مظهر سعده في غازي عنتاب، إلى أي مدى يمكن اعتبار الخوف من الإسلاميين العرب أو الإسلام السياسي الذي صعد على حامل الثورات العربية في عدد من الدول العربية مثل قاسما مشتركا وخوفا مشتركا بين القوميين العرب وبين طهران وبالتالي دفعهما إلى التحالف؟
هذا صحيح إلى حد ما، وأنا سأتكلم به، ولكن اسمح لي أن أعقب قليلا. موضوع حفظ أسد والبعث في سوريا لم يكن هو عروبي بأي شكل من الأشكال. حفظ أسد عندما جاء متسلقا، يعني هذا ما قاله أسامة الملوحي معنا في الاستوديو، ربما تكون هذه النقطة وضحت، لكن أريد أن أفهم منك يعني خلفيات ودوافع التوجس خيفة من الإسلام السياسي واجتماع القوميين العرب في اليمين أو في اليسار والإيرانيين في اليمين على هذا الهدف المشترك في محاربة الإسلام السياسي. هو لا شك أن هناك الكثير من العروبيين أو القوميين ما زالوا يتخوفون من التشدد الإسلامي في سوريا. لقد حاولت الكثير من الكتاب والمثقفين العرب في مصر والجزائر وتونس حول هذه القضية، وهم عروبيون، وكان الحديث دائما أنهم متخوفون من أن يمسك بالحكم في سوريا بعد الثورة، إن انتصرت الثورة، إسلاميون متشددون على شكلة النصرة أو داعش. أو لماذا هؤلاء القوميين لم يكونوا متخوفين بين قوسين من المتشددين الشيعة الذين يسيطرون على المشهد السياسي في لبنان؟ لماذا الخوف من الإسلاميين في سوريا وليس كذلك في لبنان؟ القوميين أنفسهم. نعم، أنا لم أقل أن هذا صحيح، أنا أبحث في قضية هي واقعا هي هكذا. يتصور البعض أنهم متخوفون أن هذا هو كذلك، ولكن الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق. الثورة السورية ليست بملمح الإسلام السياسي المتشدد. الثورة السورية مثلا قامت لتنسف الاستبداد المشرقي الذي يمثله السلطة الأمنية، الدولة الأمنية البعثية المهيمنة الطائفية، وليس هناك تفكير لدى الثوار عندما تحركت الثورة في أواسط آذار 2011 إلا ما هناك تفكير حقيقي بأجل الوصول للحرية والكرامة. هم لم يفهموا ذلك. هناك تشويه إعلامي حقيقة يجر البعض إلى هذا الاتجاه، ولكن أعود وأكرر، ليس حقيقة إلا هناك نخب وهناك انتهازية سياسية حقيقية في لبنان ومصر وسوريا وعدة أقطار عربية يمسك بها العروبيون، يتوهمون أنهم مع الممانعة وإلى آخره. حقيقة هناك انتهازية، والحديث عن بيروت على أن هناك مؤتمر قومي عربي، هذا المؤتمر يا سيدي لم يعد يمثل لا العروبيين ولا القوميين، هو انتهازي يمول من إيران بكل بساطة وكل فقع عين حقيقية. هم يمثلون مصالحهم الانتهازية ليس إلا. وأنا عندما قلت أن هناك جماهير وقوى عربية كبيرة هي ضد السلطة وضد الاستبداد وضد إيران، أنا لا أقصد مصر فقط، أنا أتحدث عن سوريا وعن الأردن وعن لبنان. هناك أنا ألتقي يوميا بالكثير من العربيين الموجودون في تركيا وغير تركيا اللي هن سوريون، وحقيقة يرفضون حتى كل من يقول مرحبا لإيران كما يقال، لا يقبلون الهيمنة الإيرانية ويعتبرون إيران عدوا حقيقيا للثورات العربية برمتها وللعروبة والإسلام ولكل شيء. يعني ليس حقيقة يعني أن هناك ناس يقبلون، عروبيين يقبلون بالوضع الإيراني المهيمن على منطقتنا. هم قلة وقلة قليلة، هم انتهازيون. والمشكلة يا صديقي أنهم بالنخب، النخب هي المشكلة المشاكل، وإنما الجماهير العروبية الإسلامية والعروبية والشعبية والوطنية السورية وبكل مكان هي ضد الهيمنة الإيرانية. نعم. وضد هذا الطاغوت الإيراني بكل تأكيد. ربما من يختلف معك من القوميين، صحيح أن ليس كل القوميين وإنما أحزاب وبعض الشخصيات، لكن الذين واجهوا إيران أو رفضوا التحالف مع إيران تبقى شخصيات وأفراد ليس لهم امتداد في الشارع كما يقول كثير من المراقبين، بدليل أنهم لم يمتلكوا فصيلا أو قوة عسكرية تجابه المشروع الإيراني في سوريا، إذا ما استثنينا الحالة العراقية شديدة الخصوصية. أسامة، يعني الآن التحالف الحاصل الآن بين القوميين العرب وبين الإيرانيين أو بين جل القوميين العرب والإيرانيين، هل هو تصالح فرضته المصلحة، تصالح مؤقت مرحلي فرضته المتغيرات التي أصابت المنطقة، أم هو تصالح استراتيجي بعيد لديه خطط ورؤية بعيدة المدى؟ لا تعطيهم أكبر من حجمهم، هم يعني يرتزقون وهناك براغماتية واضحة على مستوى الأفراد، حتى رواتبهم الشخصية معاشهم يعني من خلال إيران، معاشهم يعني ما يأكلون ويشربون به. المؤتمر القومي العربي على فكرة عقد 27 دورة، أغلبها قبل يعني سقوط العراق
أو سقوط التجربة، تجربة صدام حسين في العراق، أغلبها كان إما يمول من العراق أو يكون في العراق. وهناك أمر لا بد من ذكره، أن هناك تقارب ما بين التيار الإسلامي الوسطي الحركي الوسطي وما بين التيار القومي كان بإشراف العراق وبجهود عراقية واضحة، أو لنقل التيار القومي العراقي. وهذا عقد اجتماعات بنفس هذا المؤتمر ومؤتمرات مشابهة في العراق، يعني أقول لك عشرات المؤتمرات، وحصل هذا التقارب وهذا الفصام النكد ما بين القومية والإسلام تقريبا زال، مما شكل يعني أمر مضاف على أنه صدام حسين يشكل خطر فعلا على المنطقة، حتى من الناحية الفكرية ومن ناحية يعني شعبية الانتماء لفكرة واحدة تكون هي إسلامية عروبية. هذا موجود وهذا يجب أن نذكره بكل وضوح. يجب أن نفهم أن هذا ليس فكر قومي، هذا طرحه جمال الدين الأفغاني يعني قبل 100 عام، بغض النظر عن يعني ليس من صميم الفكر القومي. أنا أحدثك عن القوميين كأحزاب وتيارات. أنا أتكلم مالت إلى كفة إيران. أنا أتكلم أن هؤلاء في قبل سقوط بغداد كانوا بمجملهم أو بأغلبيتهم يوالون العراق، ولما دخل الأمريكان وكان الغزو الأمريكي الإيراني، يعني بعض الناس يعتقدون أن الغزو أمريكي، الغزو أمريكي إيراني ويحتاج تفاصيل في حلقة أخرى. فلذلك هذا الغزو الإيراني الأمريكي جعل هؤلاء يتحولون إلى من يمولهم، فلم يجدوا غير إيران، لأنه حتى فتى إيران بشار الأسد في سوريا تمويله أصبح بالتدريج يعني إيراني بالمطلق. إذن كان حافظ أسد يتاجر بالقضية المركزية للقوميين، قضية فلسطين، ويرتزق من خلالها، يلم من الخليج ومن كل الدول العربية كانت تأتيه يعني الأموال بحجة أنه هو من التصدي والصمود والتصدي، وهو من دول المواجهة مع إسرائيل. لذلك نحن أمام أمر واضح للغاية، هؤلاء لا يخرجون عن دائرة الانتهازية والارتزاق. تركوا صدام حسين كما ذكر الضيف الكريم يسقط، ولا يوجد من يعني أثبت أنه صادق، حتى في قضية فلسطين ضرب 49-39 صاروخ إلى ما هنالك. كان الفلسطيني يشعر العراقي بغيرة من الفلسطيني، عندما يكون هناك شهيد فلسطيني كانت هناك $10,000 تصل إلى أهله فورا في فلسطين. هذا من خلال يعني التنفيذ والتطبيق الذي مارسه صدام حسين تجاه شعاراته. وصدام حسين أدخل ما يسمى بالحملة الإيمانية داخل العراق، طبقها لأكثر من 10 سنوات، كانت لإزالة الفصام النكد نهائيا ما بين القومية والإسلام. نعم، أريد أن أسأل محمد المدحجي، يعني في ميزان العلاقة بين القوميين وإيران، ما الذي يمكن أن تقدمه طهران للقوميين العرب، خصوصا بعد أن صاروا يعني كما يقول كثير من المراقبين صاروا بضاعة قديمة، واقتصرت الفكرة القومية على نخب لا تغني من جوع؟ ماذا يمكن أن تقدم طهران للقوميين العرب، وماذا يمكن أن تجني منهم؟ ما تقدمه طهران لهم طبعا هو الغطاء والدعم اللتين يحتاجهما هؤلاء، أقصد القوميين أو بعض هذه الأحزاب التي ليست لديها قاعدة لا في نظام السلطة ولا في الشعب، بين أصوات الشعب. فهؤلاء يحاولون أن تكون لهم طهران ظهيرا، ومن خلال طهران يتواصلون مع جهات غربية ويتعاطون مع هذه الجهات الغربية التي إيران تعمل لصالحها في أوروبا أو في الولايات المتحدة. أنا لا أتحدث فقط عن دول غربية، بل حتى جهات غربية هناك يمكن أن هؤلاء يتواصلون من خلال طهران مع تلك الجهات وينفذوا أجندة هذه الجهات في المنطقة العربية وفي الوطن العربي، حتى ضد أقطارهم وضد أوطانهم التي يعيشون فيها. أما بالنسبة لإيهام طهران على هؤلاء، طهران تراهن على هؤلاء كما تراهن على بشار الأسد. إيران تشتم حزب البعث وتصف حزب البعث بالحزب الكافر، بالتحديد صدام حسين أتحدث عن حزب البعث العراقي. لما تصل طهران في حزب البعث السوري تقول حزب البعث السوري المقاوم، يعني فجأة حزب البعث في العراق يكون كافر ملحد، وفي سوريا يصبح حزب إيماني يعني مقاوم. وإيران تعمل على كي تسميه مشروع أو محور المقاومة المزعومة، وهذا المحور يضمن لإيران وللصين من خلف إيران التواصل مع أوروبا ومع إسرائيل. يعني مشروع محور المقاومة المزعومة هو مشروع جيوستراتيجي لخدمة مصالح طهران
ولخدمة مصالح الصين من أجل التواصل مع إسرائيل ومع الاتحاد الأوروبي. هذا ما بدأ يتضح علانية الآن من خلال مشروع عملاق يسمى طريق واحد ممر واحد نسيت اسمه، أو يسمى بالطريق الحرير الجديد التي تعمل عليها الصين. والصين في أكتوبر الماضي قررت أن طهران ستكون القلب النابض لمشروعها هذا، طريق الحرير الجديد باتجاه الغرب باتجاه الشرق الأوسط وبعدها أوروبا. ونعلم أن إسرائيل هي عقدة هذه المنطقة، من يريد أن يعبر من هذه المنطقة منطقة غرب آسيا وشرق بحر الأبيض المتوسط عليه أن يعقد تحالفات استراتيجية مع إسرائيل وبعدها يمرر تجارته أو ما يريد أن يمرره. نعم. أجندة أخرى. فإيران تعول على هؤلاء هذه الأحزاب الفاشلة والأنظمة الفاشلة من أجل إنشاء هذا المحور الجيوستراتيجي لتضمن مصالحها ومصالح من يتحالف معها. من هذا المنطلق أعود للنقطة الأولى الذي أشرتها. نعم. أن هؤلاء القوميون يراهنون على دور طهران في هذه اللعبة الدولية والجيوستراتيجية من أجل أن يبنوا لأنفسهم قاعدة وتكون لديهم السلطة خلال المرحلة القادمة. هذا ما يطمحون إليه بشكل. نعم. يعني أنا ما استقرئه مما يعمله هؤلاء. أريد أن يكون لديهم معذرة في. نعم. في هذا السياق نفسه الذي ذكرته محمد، أريد أن أسأل أحمد مظهر سعده في غازي عنتاب، يعني لماذا دائما النيل من هذه النخب القومية في تحالفها مع طهران؟ ألم يعزم، وهذا ما كشفت عنه قبل عام صحيفة وول جورنال ستريت الأمريكية اليمينية التي يعني نشرت تقريرا عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة حلف في المنطقة يقوم على رباعية عربية، مصر والأردن والسعودية والإمارات، وتدخل عليه لاحقا إسرائيل عبر جهد استخباراتي، وأمريكا في مواجهة التوسع الإيراني. أليس من حق هؤلاء القوميين أن يروا في إسرائيل العدو الأول وبالتالي إقامة هذا التحالف مع طهران حفاظا على الشكل التاريخي لهذه المنطقة؟ يعني في الواقع أنه يجب أن نميز حقيقة، المشروع القومي كما قلنا هو يختلف من ساحة إلى أخرى عند الأنظمة خاصة. أنا أقول أن المشروع القومي الذي طرح في مصر أيام عبد الناصر هو بالأساس يعتمد على مناهض الكيان الصهيوني ولا يعترف بلقاءات الخرطوم الثلاثة المعروفة بوجود إسرائيل بالأساس. ومن ثم لا يمكن لعربي عروبي حقيقي أو حتى البعث العراق أيضا نفس المنطق لا يمكن أن يقبل بوجود إسرائيل أو أن يتحالف معها تحت أي ذريعة كانت. وجميع العروبيين في مرحلة ما عندما انكشف أمر إيران جيت أدانوا هذه القضية ولم يقبلوا بها، لأنهم يدركون أن هناك مصالح إيرانية براغماتية في المنطقة ومشروع فارسي يطال المنطقة برمتها. أنا لا أعتقد أن هناك إنسان عروبي صادق، أقول صادق ولا أقول انتهازي، يقبل بوجود إسرائيل أو أن إسرائيل يمكن أن تكون بالنسبة له مجالا حيويا لتحالف دول عربية ما معه. لا زالت هناك الفكرة العربية الأساسية الصحيحة والنظيفة كما يقال لا زالت موجودة لدى الشارع العربي. وأنا مع أن هناك حوارا عربيا إسلاميا، وأنا حضرت عام 94 كما قال زميلنا المؤتمر القومي العربي الإسلامي الذي كان في المرحلة تلك مدعوم من العراق وكان يريد حقيقة هذا التقارب. الشارع العروبي والإسلامي هو شارع واحد بالنتيجة ولا يمكن إلا أن يكون كذلك، وكلاهما ينظر إلى أن إسرائيل وفلسطين المحتلة من قبل إسرائيل هي القضية الأساس في المنطقة. نعم. العربية والإسلامية، ومن ثم لا يمكن الحديث عن أي تحالفات أمريكية أماراتية سعودية إلى آخره، لا يمكن الحديث بهذا الشكل، وإنما لا زال العروبيون ينطقون بمنطق العدو أن إسرائيل هي العدو. وبالتالي الملاذ في الأخير هو مشروع عربي نفتقده جميعا حاليا يريد أو يجب أن يريد مواجهة إيران تارة وأيضا مواجهة. نعم. إسرائيل. إيران والفارسية، الدولة الفارسية التي وصلت عبر الهلال الشيعي. نعم. إلى سوريا لا يمكن إلا أن تكون خطرا على المنطقة، ويجب أن يعاد التفكير لدى الجميع في هذا المنظار. لكن هل ثمة علاقة بين توجس كثير من القوميين العرب خيفة من الثورات العربية وبين علاقتهم بطهران التي لم تكن بدورها ودوددا تجاه تلك الثورات؟ هذا ما نحاول معرفته بعد الفاصل.
أهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، ودائما الحديث عن القوميين العرب وعلاقتهم بطهران وموقفهم الفاتر وفي أحيانا المعادي للثورات العربية. أسامة، يعني القوميون العرب، يعني صحيح أن بعض الشخصيات والأفراد والمفكرين العرب القوميين وقفوا مع الثورات العربية ضد الأنظمة، لكن يبقى هذا في إطار شخصيات محددة معروفة لها موقف تاريخي. الأحزاب وزعمائها والتيارات القومية في مجملها أخذت موقفا من الثورات المضادة، نتحدث عن ذلك في سوريا، نتحدث عن ذلك في مصر، نتحدث عن ذلك أيضا في حتى في الأردن وفي لبنان، وهذه لب القومية العربية هذه المنطقة. لماذا يتعارض القوميون أو يتناقض القوميون هنا مع شعاراتهم التي تدعو إلى الحرية وإلى الانعتاق من الاستبداد ووقفوا ضد الثورات العربية مع الأنظمة؟ ما سبب هذا التناقض؟ طبعا هؤلاء هم قلة باقية، قلة قليلة، يعني تستطيع الديناصورات قلة. من هم؟ تنقرض هؤلاء القوميون اللي تتكلم عنهم. على سبيل المثال أحد الذين وقفوا مع الثورات، تقصد؟ الذين عارضوا الثورات ولا يمكن أن يقفوا مع الثورات، ارتزاقهم من الأنظمة الدكتاتورية من بشار الأسد، وربما يعني يميلون مع أي جهة تمولهم، هذا أمر أساسي، ولكن هم يبررون، حتى تبريراتهم فيها أمر غريب وعجيب. طبعا الثورات العربية في أغلبها لها روح إسلامية فطرية غير محزبة غير مؤدلجة، طبعا يريدون الحرية، لكن شعاراتهم انطلاقهم من المساجد هذا أمر آخر، يجب أن نتكلم عن هذا الأمر. هؤلاء أمروا أن يقفوا ضد هذه الثورات لأنها تهدد بشار الأسد، تهدد الأنظمة، ومولوا من أجل أن يقفوا هذا الموقف، ولكن لا تأثير لهم حتى على الشارع، لا وجود لأي شعبية لهم. لاحظ هذا التناقض الصارخ، إيران لها يعني نزعة شعوبية، شعوبية بمعنى معارضة للعرب، يعني معادية. كيف لا يوجد لهم تأثير؟ يعني مثلا في مصر القوميون لهم امتدادات في الشارع، محمد حسنين هيكل والتيار الناصري، شيء لا يذكر. يعني هيكل تحول أصلا إلى إعلامي، لا تعرف هل هو قومي هل هو أمريكي الهوى، يتكلم معظم كتاباته عن تجربته مع الأمريكان ولقاءاته مع الأمريكان. هل تعلم أنه يعني هيكل قال عن الثورات العربية أنها من إعداد هيلاري كلينتون وساركوزي وأوباما، وتبين أن كل الغرب منافق تجاه هذه الثورات، وأبقى على بشار الأسد وعلى غيره، حتى يعني في بلدان أخرى كان دور الغرب مؤيد للثورات التي انقلبت، يعني الثورات المضادة التي انقلبت على الثورات الأصيلة. لذلك حتى كتاباته التي كانت عميقة في يوم من الأيام هيكل أصبح يكتب كتابات تجارية تمالئ وتنافق بشكل كبير جدا. الانتماء اليوم أو هذه العلاقة صارخة التناقض بين القوميين وبين إيران. فقط أريد أن أقول لك أن هناك نزعة شعوبية كانت وما زالت في إيران تدعو إلى كراهية العرب. يا رجل، محاربة اللغة العربية، حتى المعممين كلهم مفروض عليهم أن يتكلموا، إذا تكلموا بالعربية أن يتكلموا بلكنة فارسية، اللغة محاربة، كل شيء عربي محارب. هل تعلم أنه في الأحواز خرجت هناك بعض القبائل تقول يعقال نسوي لك هيبة، وهي هوسة عراقية مشهورة، لأنهم منعوا اللباس العربي في الأحواز، العقال العربي منع. هذا من زمان وإلى اليوم مستمر في محاربة كل شيء عربي تحت شعار ما يسمى أو سمي بالشعوبية، حقد ضد العرب، يعني غير مبرر ولا يفسر. ونسينا أن نذكر الطائفية، هؤلاء يعني أدخلوا الطائفية وانتمى إلى إيران من هو طائفي أو يريد بقاء الحكومات الطائفية. نعم محمد، وأرجو الاختصار في لندن، أرجو الاختصار الشديد، لم يبقى لدينا من الوقت. يعني ما الرابط الذي، يعني هل هناك، يمكن القول هناك رابط في الخوف من الثورات العربية ومعاداتها والوقوف لها كل مرصد بين إيران من قبل القوميين العرب في علاقتهم بإيران، خاصة أن الطرفين القوميون العرب والإيرانيون يتبنون مقاربة واحدة تجاه الثورات، وهو أنها تدبير خارجي، مؤامرة خارجية على استقرار دول المنطقة. هل ثم ترابط في وقوف القوميين العرب ضد الثورات وعلاقتهم بإيران باختصار من فضلك؟ نعم، لا شك في ذلك، لأنه هؤلاء الذين يتخذون من القومية راية لهم يعتبرون النظام السوري أحد أهم الأنظمة القومية في المنطقة المتبقية، فلهذا السبب يرون في طهران منجيا ومنقذا للنظام المفضل لهم، ومن هذا المنطلق هم يعملون. ولا ننسى كما أسلفت قبل قليل أن هؤلاء يراهنون على دور الملالي في المنطقة من أجل التواصل مع بعض القوى العظمى كالصين أو الاتحاد الأوروبي أو جزء من الاتحاد الأوروبي، وأيضا لوبيات أخرى في الغرب.
فهؤلاء يرفعون عن راية القومية، وبعدها من تحت هذه الراية ومن تحت طاولة الملالي يتفاوضون مع الغرب، هم يدعون بأنهم يحاربون الإمبريالية والاستعمار. ومن هو الاستعمار والإمبريالية؟ غير الغرب، ولكنه تحت الطاولة يجلسون ويبحثون عن قنوات تواصل مع هذه الإمبريالية من أجل التواصل معها. أريد أن أختم مع أحمد مظهر سعدو بأقل من دقيقة من فضلك، هل يمكن القول أن ما قام به القوميون العرب تجاه الثورات العربية وفي علاقتهم بإيران، هل يمكن القول أنهم حرقوا بأيديهم فكرة القومية من جذورها؟ بالتأكيد لا، القومية العربية باقية كانت وستبقى باقية. هؤلاء الانتهازيون لا يمكن أن يحركوا فكر عروبي قومي. في سوريا كان العروبيون الحقيقيون قواعد حزب الاتحاد الاشتراكي ضد قيادتهم، عزلوها وشاركوا بكل ما مفاصل الثورة السورية في دوما وفي درعا وفي إدلب وفي عديد من الأماكن. لا يمكن القومية العربية، وهي فكرة صحيحة ومشروع عربي، لا يمكن أن ينتهي على الإطلاق، والعروبيون أثبتوا ذلك. ولا بد أن نتحالف ونتآلف مع جميع الفئات في سوريا، سواء كان الإسلام السياسي أو العروبيين، من أجل إسقاط الاستبداد المشرقي المتمثل بشار الأسد حاليا في سوريا على الأقل. أشكرك، يعني أدركنا الوقت في ختام هذه الحلقة، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي معي في الاستوديو، الأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السوري، وعبر سكايب من لندن محمد المدحجي الباحث في الشؤون الإيرانية، وكان معنا أيضا عبر الهاتف من غازي عنتاب في تركيا أحمد مظهر سعدو الكاتب والصحفي. شكرا لكم، في رعاية الله.